هذه وقفة لتبيان الوضع الكارثي في محافظة شمال قطاع غزة، حيث أن المنظومة الصحية على وشك الانهيار إن لم تكن فعلا قد انهارت، حيث تم استهداف جميع يعني مكونات المنظومة الصحية سواء على مستوى المستشفيات، وهي مستشفى كمال العدوان ومستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة، وتم إصابة بعض الجرحى والمصابين وهم منومون داخل مستشفى كمال العدوان. كذلك تم تحييد أطقم الدفاع المدني بالكامل وتم تدمير ألياته في محافظة شمال قطاع غزة، وأيضا تم إخلاء محافظة شمال قطاع غزة من سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة. وبالتالي الآن نحن نتحدث عن وضع كارثي جدا، المصابين يبقون في أماكن استهداف ينزفون حتى الموت منهم لأيام حتى يصبحوا في عداد الشهداء، وأيضا ما زالوا بعد استشهادهم تحت الردم وتحت الركام ولا يوجد طواقم للدفاع المدني لإخلائه. الآن نطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وأن يضغط على الاحتلال للسماح بالطواقم الدفاع المدني والإسعاف بأن تعمل في محافظة شمال قطاع غزة، وأن يضغط على الاحتلال لعدم استهداف مستشفيات شمال قطاع غزة تحديدا. أيضا نطالب المجتمع الدولي بإفاد فرق طبية جراحية عاجلة لمحاولة ما يعني محاولة إنقاذ ما تبقى من الجرحى والمصابين المنومين داخل هذه المستشفيات.